السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الأعزاء في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم سماع وحكاية. يقول مولانا أبو الحسن الششتري في إحدى روائعه: يا كثير الملام لا تلمنا دعنا، نحن أهل الغرام، كل معنى معنى، نحن قوم لنا في المعاني أسرار، الهوى طبعنا والولوع والأذكار، الطرب والغنى به تزول الأغيار. إذن بالطرب والغنى تزول الأغيار، لا تحسب الزمر الحرام مرادنا، مزمارنا التسبيح والأذكار. قال الإمام أبو العباس أحمد بن أبي المحاسن يوسف الفاسي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، والإمام أبو العباس أحمد هذا من كبار المحدثين في زمنه ومن كبار العلماء في وقته، قال في كتابه أقوال الفقهاء والصوفية في السماع والرقص بأن الرقص في حالتيه الفوقية والتحتية وهيئته الدورية إنما يشير إلى ترك الأغيار، وترك الأغيار هو ترك لادعاء الوجود مع الله عز وجل. قال ابن عطاء الله في الحكم: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، إذ لا شيء معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. يحكى أن مولانا جلال الدين الرومي الشاعر الصوفي الشهير قال ما ترجمته عن الفارسية: الموسيقى هي التي ترقصك على قلبك، موسيقي الروح يعزف على إيقاع القلب، أزل عنك كل حجاب ووهم وغير، لا تتعلم علوم الجسد، تعلم من الروح كل العلوم حتى تكون كالخضر عليه السلام مصدراً للعلوم الإلهية ومصدراً للحقائق اللدنية. الطرب والغنى بالمفهوم العرفاني، بالمفهوم الصوفي، درء وترك للأغيار، انغماس في الحقيقة الواحدة، في حقيقة الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قال الششتري: نحن قوم لنا في المعاني أسرار، الهوى طبعنا والولوع والأذكار، الطرب والغنى به تزول الأغيار، لا تكاثر كلام شربنا ينفعنا، عن طباع العوام العذار خلعنا. نبقى مع فرقة ابن عربي وهذه الرائعة للإمام الششتري: يا كثير الملام لا تلومنا دعنا، يا كثير الملام لا تلومنا دعنا، نحن أهل الغرام كلنا معا، نحن قوم لنا في المعاني أسرار، نحن قوم
والنجوم والأنهار والطراب والغنى به تزول الأغيار. الطراب والغنى به تزول الأغيار. لا تكاثر ذكرنا، فاعلم عظيمها.